النساء والموضة وجهان لعملة واحدة، فمن النادر أن نحصل بنت أو سيدة ما ترغب بالظهور بأبهى طلة مهما كانت المناسبة، لكن الرغبة شيء والنجاح شيء آخر. احنا في ستايل مي نحكم على مدى نجاح كل مشتركة معنا في تنسيق اللوك المناسب للتحدي المناسب، ويتولى هذه المهمة 3 حكام. نستقبل الليلة في ستايل مي كل من جودي، نهى وسارة. جودي اللي تحب الفنون وتصف نفسها بالشغوفة والمبدعة تعتبر أن الموضة فن بحد ذاته. نهى تهوى السفر وعملها كمضيفة طيران يحقق لها هالموضوع، وهي تهوى أيضا الموضة، تحب تتابع عروض الأزياء العالمية عشان تتعرف على آخر الصيحات. سارة اللي توحي ملامحها الناعمة بالهدوء والصبر تعترف أنها عنيدة ومن الصعب أن تغير رايها بسهولة. هي مدركة تماماً لشكل جسمها، وبالتالي تعرف أن اللي يناسب عارضات الأزياء ما راح يناسبها. مساء الخير. 3 مشتركات قرروا أنهم يملكون ما يلزم للتنافس على لقب الفتاة الأكثر أناقة، تعرفوا على شروط المسابقة، جهزوا نفسهم لتقديم أفضل ما عندهم. التنافس يتضمن 3 تحديات، ولكل تحدي موضوعه الخاص والمحدد، ويجب على كل مشتركة اختيار اللوك المناسب، وذلك من محلات روبنسونز اللي موجودين فيه الليلة. أما كلمة الفصل فهي طبعا لجنة التحكيم المؤلفة من مايا تل، استشارية مظهر ومنسقة ملابس للمشاهير، دانا أحمد، مدونة موضة وبرسونال شوبر، الريم سيف، يوتيوبر وانتربرنور. المرور الأول للمشتركات يعطي الحكام انطباعا أوليا عن أسلوبهم الخاص، ويكشف شوية عن شخصيتهم، خاصة أن احنا طلبنا منهم يعتمدون طلة وايد تشبههم. اسمي نهى، عمري 28 سنة وبشتغل كمضيفة طيران. كتير يعني عجبني انه اشترك في البرنامج عشان اشوف الموضة واشوف نفسي يعني كيف راح تكون تعليق لجنة التحكيم على the way I look. انا والشوبينج يعني تقريبا كان جيل المول نسوي شوبينج once per week. If I didn't win يعني still it's gonna be شيء كتير حلو انه اشارك في المسابقة وأشوف كيف راح يكون الأجواء بس. طبعا نهى اختارت هالأوتفت للشوبينج، في نفس الوقت حبت أن تراوينا جانب من شخصيتها. مايا تعليقك؟ أكيد نهى تيبك مريحين للشوبينج. أنا من الناس اللي كتير بحب دنم وبعتمده بحياتي اليومية، بس ما مبين يور ستايل، يعني مبين او مستعجله جايه بسرعه وحاطه حيلا شيء عليك، لانه الستايل منه متماسك مع بعضه. اي اجري مع مايا، بحب الجينز كثير وطبعا مريح الشوز معه، بس كنت ممكن احب انه لو كانت الجاكيت او البليزر اطول شوي، يعني انه ببين اصلا انه قصه الجينز مش تابعه كثير عليك، فسو اذا بتطولي الجاكيت أو بتغيري من فوق تماماً، يعني تلبسي تي شيرت أو لك واي فيتر مع جاكيت تانية. وأخيراً ريم، شنو رأيك؟ أنا أتفق معاهم، حبيت الجينز والشوز مع الشنطة كلها أوكي، شوي لو الجينز كان شوي أوسع بس it's not a problem. التوب ما عجبني مع اللوك، أحس بعد غير متماشي، ونفس الشيء الجاكيت اللي حطيتي بعد لو كان أطول شوية بيكون أحلى، بس أنا كنت أفضل لو حطيتي اللوك مع تي شيرت يطلع بعد مناسب أكثر حق الشوبينج. بس لأن هذا خلينا نقول نحن ما بدينا التحدي الأول وقاعد نتعرف على يور ستايل، فتقدرين تستفيدين وايد من النصائح حق التحديات الثانية. بالنسبة للتعليقات لجنة الحكام، يعني أنا صراحة I agree، لأنه في الصبح I was in rush
وما كان هذا اللي راح البسه يعني كان تيشيرت كيف ما قالوا. فانا اي اجري يعني 100% انه اي واز ان راش فما نسيت كثير. انا عارفه انه انا كان لازم اخذ وقت اضافي راح اطلع على التي في وكان لازم اكون بابهى حله يعني البس شيء متناسق. اتمنى ان ادارك الوقت في التشالنجز وابين ماي بيرسوناليتي في الاختيارات اللي راح اختارها. اسمي ساره 26 سنه وفريلانسر يعني اشتغل. قررت اشترك بالبرنامج لانه في حماس وتحدي واحب اني اجرب نفسي اشوف شنو راح يتحكمون عليه. احط وقتي وايد على الشوبينج يعني يوم ادش المجمع اخذ راحتي يعني عادي اكون نص يوم بالشوبينج يعني اطالع لانه مو اني اختار شيء صعب يعني مو صعب حقي بس احب اني اشوف واجرب. اخترت هذا اللبس لانه شيء مريح في سبورت واقدر اخذ راحتي فيه واسوي الشوبينج. ليش ما اربح يعني بشوف حظي عادي. نبدأ مع عشرين. سارة اختارت هاللوك حق شوبينج في نفس الوقت حبيت تراوينا جانب من شخصيتها. شنو تعليقك؟ حبيت شلون ضبطت الشوز مع الشنطة. الشوز وايد مريح حق الشوبينج. الدرس ما أعرف أحس شوية اللون مخليها واشت أوت. هو مريح حق الشوبينج بس حبيت لو كان شوية أوسع ويمكن فوق الركب بيطلع بعد more casual style. بس overall اللوك مريح يعني حق شوبينج. دانا الباك طبعا كتير حلو والشوز شكله مريح بس انا الدرس ابدا مش ظابط. اخيرا مايا 100% انا بوافق دانا. يور اندر دريس يعني هيدا الفستان بينلبس بالبيت انت وقاعده عم بتقضي نهار بالبيت بدك تكوني مرتاحه بس ما بينلبس للظهره يعني منه شيك ابدا ما عاطي شيء مبين شوميز دونوي. ما أحس إن الفستان مناسب مثل ما قالوا لا كولر حتى للبادي شيب غير مناسب بس من ناحية مريح شكله وايد مريح. أصلاً شيء اللي أنا اخترته يعني شيء سادة يعني أكثر شيء اللي أختار يعني ذوقي كذا يعني أختار شيء سادة وألبسه وأحس إنه مريح وحلو حق الشوبينج. أنا راح أشد حيلي وراح أفرجيهم يعني بس يعني نفس الشيء راح أمكس شوي من ذوقهم شوي من ذوقي وإذا حبيت يعني شيء اللي أحبه يعني شيء اللي دش بمزاجي راح أختاره. هلو اسمي جودي عمري 23 سنة بدرس بالكنيديان يونيفرسيتي أركيتكتشر. قررت اشترك بالبرنامج لانه كثير بحب الشوبينج وحسيت انه حتكون تجربه حلوه واتعرف على ناس جداد وتعلم لايك فاشن تيبس فروم ذا جادجز. انا كثير بحب الشوبينج بروح مرتين لثلاث مرات بالاسبوع على المول بس اي اولسو لايك كثير اي شوب اونلاين على ويب سايتس وابلكيشنز. يوجوالي لما فوت على المول او على محل بعرف شو بدي ودغري بدور على الشيء فما كثير بياخذني وقت لالاقي الشيء اللي بدي اياه. اخترت this outfit today لأنه حسيت مريح و it represents me as a person وكتير حسيت إنه it's trendy. maybe إن شاء الله أربح اليوم. جودي اختارت هالoutfit دانا حق شوبينج في نفس الوقت حبت تراويج her style. تعليقك؟ it's very trendy. البنطلون على latest trend. الباك الكلر اني حبيت انك ضفتي لون جديد على الاوتفيت يعني اللون الاحمر هلا كثير حلو اصلا. مايا حبيت كثير الليجنج كثير حلو كثير دارج الكارو هلا. حبيت كيف عملتي رابيل بالاحمر باللوجو اللي مكتوب مع الباك. كمان البايكر جاكيت كثير حلوه حبيت كيف حطيتيها على كتافك اتس فيري ترندي. طول البنطلون منه مزبوط بده تقصير شوي لحتى يبين شوي الكاحل ده يعطيك طول اكثر. الفاشن فوباي اللي عملتيها اليوم
هي الباج. الباج ما فيك تلبسيه فاضي، مبين انه انت مش حاطه اغراض بالباج، حملتيه او حتى يمكن شيء صغير فيه. اتس بيج فاشن فوبا لما الباج بيكون فاضي او حتى لما الباج بيكون كثير معبى، فهيدي انتبهي لها بالتحديات الجايه. اخيرا ريم، شنو رايك بهالستايل؟ انا وايد حبيت اللوك، حسيت انه عاكس شخصيتك، انه انت يور فيري تريندي وديرينج. حبيت تنسيق الالوان، هي اختارت الابيض والاسود والجراي وسوت بوب اوف كلر مع الشنطه بالاحمر. حبيت البايكر جاكيت، احس يعطيك بعد شخصيه. انا وايد حبيت اللوك. انا بعد وايد حبيت اللوك، وايد يناسب شعرك، يناسب يور ميك اب، حتى حبيت طريقه التنسيق، حبيت شلون استفدتي ايضا من يور بودي شيب، لان تقدرين تلبسين وايد اشياء. حركه الاوفر شولدر جاكيت وايد حلوه، بيرفكت. هلا اوفر اول كثير حبيت وانبسطت على التعليقات اللي قالوها لجنه التحكيم، والسمول ديتيلز والكومنتس اللي اعطوني اياها صراحه ما كنت كثير منتبه عليها، بس ان شاء الله فور نيكست تشالنجز بنتبه على الديتيلز وحتى يكمل اللوك. التعليقات اللي نالوها المتسابقتين التانيين صراحه حسيت انه comparing with my comments انه عطتني هيك مثل بوست لماي كونفيدنس وشان اعمل احسن واحسن. هذه كانت تعليقات الحكام بشكل عام على ما اعتمدوها المشتركات، وبعد شوي راح تصير هالتعليقات مفصلة أكثر مع انتهاء التحدي الأول، وهو رحلة بحرية مع رب العمل والزملاء على متن يخت. عندهم بس 30 دقيقة ويقدرون يدخلون معاهم 15 قطعة إلى الفيتنج روم. وقبل بدء العد التنازلي خلوني أذكركم بأن مشتركة واحدة بس راح تفوز الليلة بالمرتبة الأولى، وجائزتها عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 3000 درهم وكارد هولدر من الجلد الفاخر من كوان بن، والجائزتان مقدمتان من محلات روبنسونز، بالإضافة إلى هاتف هواوي نوفا 2 بلس نجم صور السيلفي. What is this size? Extra small? Long dress. Something more flowy. No, no, this maybe. Like this color. I want blue and pink. Orange or black or... لقيتي اللي تبينه؟ I think almost. لقيتي الاوتفيت اهم شيء؟ Yeah, I like picked 5 different dresses. Quickly, quickly, quickly. Oh my god. Where is she? You know, when you go during the day to a cruise, like you really need something very comfy. Okay, let's go shoes. Now flat shoes, flat shoes. Okay, let's go to the accessories. Okay, where's the fitting room? قبل الفاصل نالت سارة نصيبها من الانتقادات القاسية، إذا اعتبر الحكام أن طلتها مريحة أكثر من اللزوم وأن هاللوك مناسب لداخل المنزل فقط. الدرس أبداً مش ظابط، إن كان يعني مبين شوي يعني مريح أكثر للبيت to be honest، مش إنك تطلعي فيه لا للشوبينج ولا مشوار تاني. أما نهى فطلتها ما تبرز جسمها بشكل جيد،
وكان التنسيق وايد ضعيف. فيما نالت جودي إعجاب الحكام. حبيت كتير الليجين، كتير حلو، كتير دارج الكارو. هلا حبيت كيف عملت رابيل بالأحمر باللوجو اللي مكتوب مع الباج. كمان البايكر جاكيت كتير حلوة، حبيت كيف حطيتيها على كتافك، it's very trendy. فهل راح تنقلب التعليقات بعد التحدي الأول؟ وهل راح تتمكن سارة من إثبات قدرتها على اختيار لوك مناسب لرحلة بحرية مع زملاء العمل؟ إذن رحلة بحرية على متن يخت برفقة رب العمل والزملاء، لا شك إنها وسيلة جيدة للاسترخاء ونسيان الهموم وضغوطات أيام الدوام. كان عند المشتركات 30 دقيقة وقدروا إن يدخلون معاه. مايا إنها اختارت هاللوك لرحلة بحرية مع المدير والزملاء على اليخت، yes or no؟ yes. الأوتفت كتير متناسق مع بعضه، حبيت كتير الألوان توب خارج البحر، حبيت ستايلينج عملتيه بطريقة ذكية، اللي حبيت الهات مع الكلاتش. بس الملاحظة الوحيدة اللي بحب ألفت لك نظرك عليها هي الستراب على الكاحل، قصت لك من مدى إجريكي. كنت بفضل يكون بلا ستراب مع الليجينج، بس اللوك موفق. دانا، أنا كتير حبيت التوب والهات والكلتش، بس أنا مش كتير معجبة بالليجينج، حاسة إنه في لك كتير فلورال برينت على الجوانب مع البرينت تبع التوب، فحسيت شوي لك إنه كتير برينت توجذر. I agree بس نقطة بهالموضوع، بس أنا I'm love with هدول الشوز صراحة، لكن لابقين كتير مع الهات. واخيرا ريم، شنو رايك بهاللوك؟ انا وايد حبيت اللوك، اللوك مناسب حق البحر، الالوان مناسب حق جسمك، حبيت التنسيق حتى مع الهات والباج. انا نفس الشيء على الجوتي، كنت افضل ان تلبسين فليب فلوبس، يمكن تكونين بعد مرتاحه اكثر على اليخت. بشكل عام وايد مرتبه، ناس يبين انك رايحه بحر في نفس الوقت رحلة عمل، بس ما أدري في شيء في البرنت أنا مو ضابط وياي، بس all the best. لما بتكون يعني الكومنتس مع الجادجز بيكونوا يعني بوزيتيف، شيء بيخلي الواحد إنه يعني يعمل effort أكثر من الأول عشان يكون على حسن ظنهم. دانا، هل تشوفين سارة كانت موفقة لهذا التحدي أم لا؟ It's a trip بالبوت ومع زملائك، فبدك تعطي إنه وين التاتش تبعيت الستايل، مش الشحاتة، فهمت علي؟ I like the hat وحبيت الشال إنه إنك قعدت، بس أنا ككت كدرس مش مناسبك، وكمان الفليب فلوب ما حسيته مناسب للرحلة. ريم، بالنسبة لي حبيت النظارة، حبيت الهات، حبيت الألوان عليك، الألوان مناسبتك، تنسيق حلو، لكن في نفس الوقت أحس it's too much حق رحلة عمل. كت الفستان بعد حسيت لو كان شوية مختلف من تحت حسه ضيق عليك شوية، فأحس يمكن ما يريحك. بس حبيت أن أنت ضفتي الكلاتش على أساس أنه يعني لوك ممكن يكون مناسب مع لوك عمل وبس. مايا، الفستان مش مناسب ابدا لشكل جسمك، قصة الفستان كثير غلط، هيدا الخصر الواطي كثير عامل لك ديفو بالجسم. وبرجع بعد لك نفس الملاحظه اللي اعطيتها اول ما جيتي، يور اندر دريس، يعني انت خارج تروحي تسبحي على البحر، بس مش خارج تروحي على اليوت مع الباص اللي لك. الشال از نوت باد، حتى بدون الشال اتوقع بيكون حلو، يمكن بدون الاستراف علشان يعطي لوك انك رايحه نعم البحر، لكن في نفس الوقت شوي سيريس لانك رايحه مع المدير وزملائك في العمل. اول شيء ما اطلع اصلا مع زملائي العمل،
ثاني شيء يعني الليهات يعني شيء وناسة بيكون يعني كل واحد راح يلبس لبس بحر يعني شيء بيني وأوكي يعني مثلاً إذا أطلع مع زملاء العمل بعد صح كلامها إنه شيء ضيق يعني شوي قصيرة بس كنت أغيره بس شوي أطول كنت ألبسه بس عن الكعب وشذي لا ما كنت أختار يعني ألبس الفلان أريح له أحترم رأيهم بس يعني أنا ما شفت يعني في شيء غلط وعن خيار الثالث أكيد راح أحاول إن أبين نفسي وأركز ريم جودي اختارت هاللوك لرحلة عمل في اليخت مع الزملاء والمدير نعم أو لا؟ نعم بالنسبة لي أنا حبيت اللون المناسب حق رحلة عمل قصة اللبس مناسبتك تنسيق الألوان حلو نستخدمه مع نود كولر which is perfect حق رحلة عمل حبيت الأكسسوري الهات for me it's a yes دانا الألوان كتير حلوة تلبية الألوان كتير حلوة I feel like بس مقصرك شوي الطقم ممكن الكات تبعه بس يعني أنا حبيت الباك حبيت الشوز حبيت الكولر تبع الأوتفيت أنا بلاقي أكتر لوك خارج يمكن خارج تروحي تشربي في قهوة أو تروحي فيه على الشغل أو مش بوت يعني مش خارج بوت كتير بس حبيت كيف عملتي له ستايلينج كل شيء صحيح الألوان متناسقة مع بعضها الأكسسوريز حلوين ما حبيت الشوز أبداً 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 It's not my style بس الباقي مقبول مثل ما قالت دانا صح مقصرت الستايلينج مرتب حق هاللوك بس ما أشوفه مناسب لهذا التحدي بتوافق بنقاط معينة مع لجنة الحكم إنه هيدا شوي أوفر وبختلف معهم بنقاط تانية لأنه بحس إنه the jumpsuit is كتير simple وما يعني ما إنه معجب والماتيريال تبعه كتير فلوي فحسيت إنه it goes with the theme واحد من الخيارات اللي فوتهم معي على dressing room كان فستان أبيض طويل فلوي بس صراحة I went with the jumpsuit لأنه حسيت حالي إنه it's more إنه شخصيتي أكتر من شروط المنافسة مغادرة واحدة من الثلاث بنات مع انتهاء التحدي الثاني ومهم شد الهمم التركيز على اختيار الأفضل والأهم أخذ كل نصائح الحكام في المرحلة السابقة بعين الاعتبار لتفادي الوقوع في الأخطاء نفسها أما موضوع التحدي فهو أول تعارف ولقاء مع أهل الزوج المستقبلي 25 دقيقة مع إمكانية إدخال 10 قطع إلى الفيتينج روم I don't want something too much because it's going to be home Where is... Okay, I don't know what I want yet. I like choices. أعطيني سايزي من هيدا small or extra small. This one? No. I want leggings. أشوف الكت سيجرت نو جدي ما أقدر أركب وراك بس أنت أوكي؟ يا I'm a bit behind شوف جودي كلش مو مجهزة وما في وقت عندها وايد ثياب لازم تجرب وايد اشياء نروح نشوف باقي المشتركات let's go One skirt, one thing about skirts. قبل الفاصل وللمرة الثانية نالت سارة نصيبها من الانتقادات
وبدأ أنها ما تبي تبذل أي مجهود لتنسيق طلتها اللي اعتبرها الحكام underdressed. You're underdressed. يعني أنت خارج تروحي تسبحي على البحر بس مش خارج تروحي على اليوت مع الباص لإلك. ومقابل سارة وطلتها الأندردريست ظهرت جودي أوفردريست للرحلة البحرية مع الزملاء، فيما نهى كانت الوحيدة اللي نالت إلى حد ما رضا الحكام مع طلة تميزت بألوان البحر. شلون راح يتعاملون البنات مع زيارة أهل الزوج المستقبلي؟ وشلون أيضا راح ينسقون الطلات؟ التعارف واللقاء الأول مع أهل الزوج المستقبلي موضوع التحدي الثاني، إذ ينبغينا نترك أفضل انطباع عندهم، وبالتالي مهمة اختيار اللوك دقيقة جدا، يعني لازم نعجب الحمال المستقبلية. خلونا نشوف شنو اختاروا خلال 25 دقيقة، علما أنه كان يحق لهم إدخال 10 قطع. نبدأ مع عشرين، نهى اختارت هالفستان وراح تشوف حماتها لأول مرة، نعم ولا لا؟ أنا الفستان حسيته شوية زحمة البرنت، كنت أفضل لو اخترتي فستان بلون واحد ويكون هادي، طوله مناسب بس شوية بعد الفت أحس يعني مش ضابط على الجسم خصوصا من الخصر. أنا I love floral print يعني من يعني بس إنه لأنه في داخل نوعين من البرنت بنفس الدرس، ففلورال وكمان هذا نوع تاني فلورال وحتى كطول ومع الشوز وشوي واسع والكمام طويلة، فحسينا الموضوع شوي I think يعني a bit too much، فعجقة كتير صار الموضوع. أنا الفستان البرنت ما زعجني، البرنت مناسبين لشخصيتك ومناسبين لحجم للproportions تبع جسمك، بس الفت اللي ما حبيته منطقة الخصر منا زابطة منا ريكزي عليك، حسيت الكمام كمان هيك overwhelming شوي، الفستان كمان طويل بده أحلى أنه يكون أقصر، وحسيت الفستان كبير على عمرك يعني مكبرك خرج حدا أكبر، وأكيد مش هاي سكربينة اللي اخترتيها، كنت بفضل شيء مفتوح لأنه الفستان كتير مسكر. أنا مثل ما قالت مايا أحس الفستان مكبرك في العمر، يعني أنت ما شاء الله صغيرة و you have a really nice body، فكنت تقدرين تلبسين ممكن فستان more fitted أكثر في لون واحد، صح الموضة print وفلورال بس أحس إن print وايد زعجني أيضا، يمكن الزم اللي على الصدر، فما حسيت إنه مناسب صراحة لهذا التحدي. بحس نفسي إنه اختياري في للفستان كان مش موفق، يعني لو أنا يعني في ديلي لايف رح يجي my parents in law عشان يشوفوني أكيد ما رح ألبس. أنا عارفة إنه مسابقة وكان لازم يعني to try harder، يعني ممكن كان لازم أعطي 100% بس يعني هيك صار. أنا حطيت نفسي في بوكس وطلع غلط. If I go backward يعني ممكن ما راح أختار نفس الشيء أكيد، هخلي البوكس مالي شوية open أو I will go out of the box، بس إيه بهالاختيار يعني ما حطيت نفسي two steps backward. خلينا نبدأ مع مايا، شنو رأيك باختيار سارة؟ ما حبيت أبداً الفستان سارة، مع أنه اللون كتير لابق لك، الشيد الأبيض يلي فيه كتير لابق لوجهك، بشوف وجهك مضوى بهاللون، بس الفستان للأسف منه ظابط أبداً، مع أنه مناسب للثيم بس مش ظابط على شكل جسمك. أنا I think أنه أول زيارة لسه زيارة تعارف أنك تلبسي كوايت وايت دريس وحتى الهيد بيس اللي حطيتها it's a bit too much، لأنه هي لسه تعارف كأنك أنت على طول لك يعني استعديتي لك for the wedding وكل شيء، بس أنا عم بقول إنه at least for أول زيارة إنه نخفف شوي من الحدة especially الهيد بيس زودت إنه كأنها تاج،
سو انه احنا لسه انه كتعارف لسه ما حددنا مثلا انه خلص انه صار الودينج وكل شيء. فهمت علي؟ بالنسبه لي انا اختلف معاهم في الراي. انا عجبني اللوك، احس مناسب مع الثيم، اللون مناسبك، احس الفستان ضعفك يعني من الخصر مثل ما قالت. الهيد بيس كنت ممكن اني اشيلها، بس حبيت عليك، احسها جيرلي مناسب حق الثيم. انا رايي من راي ريم، انا بعد حبيت عليك، حبيت انه ما اعطيك ويست، مبين شكل جسمك وما اعطيك اي فوليوم. الهيد بيس كنت ما بحطه، يمكن بيرل ايرينجز، بس وايد طالع انجلك نعمه. مع الوقت اللي كان عندي، فأنا أول شيء اختاريت لبس طويل نفس الشيء، بس ما حصلت قياسي، فشفت هذا أحسن شيء اللي أقدر ألبسه، وأحترم الرأي اللي ما حبوه، قالوا جسمك مو حلو على الفستان بالفستان شذي، بس حس هذا شيء مناسب وشيء ساده وحلو. راح تقابل حماتها لأول مرة بهاللوك، شنو تعليقك دانا؟ هلا بتفهم انه حلو واحد ايام يقول اول مره اكون كاجوال ما اخذها كثير اكستريم ليفل، بس بنفس الوقت كنت حبيت انك انه تو اد سمثينج يكون شوي كلاسير او بليزر، او يعني لانه التوب صراحه يعني اللون حلو على الجينز بس مش لابق على الجينز، انت مدخله نقطه صغيره من قدام ومش فاهمه انت مدخله كل التوب، مدخله جزء من التوب، شو يعني مش ضابط التركيب، كيف عامله التوب مع الجينز مش كثير واضحه لإلي. انا حبيت اللوك، حبيت التوب واللون، اتس فيري جيرلي. الجينز يمكن يعكس شخصيتك مثل ما قالت، ان انت مور اوف ا كاجوال ستايل، بس في نفس الوقت حطيتي البينك which is very girly. اتس مينيمال اللوك، بس حبيت انه بعد حطيتي الاكسسوارز، انا عجبني، احسه اتس ابروبريت. I love the look, perfect. أنا لقيته بيطير العقل، the combination of colors كتير لبقت لك، حبيت كتير القميص، it's very pretty, it's very chic. حبيت كتير الإيرينجز اللي حطيتيهم، برافو، well done. أنا حبيت اللوك بعد، يعني يمكن البنطلون يمكن مو دنم بالبس، بس عليك طالع وايد حلو، الطريقة اللي styled it يعطيك اكسترا بوينتس، يعني الايرينجز مع المينيمال اكسسوارز اللي على اليد طالعه وايد وايد انيقه. صراحه انا if it was for me انا هيك بحب البس، يعني بحب كون كثير سمبل، ما بحب كثير يعني اوفر دو ات، سبيشلي انه هيدا اول مره انه حيتعرفوا علي، فحبيت انه ورجي انه انا شخص بسيط، وهذا الشيء انعكس بالشيء اللي انا لبسته. انا بوافق دانا لما قالت انه الشيرت لما توز هاف تكت ان عملت تشويش على اللوك، وصراحه انا كان بدي اضيف ابلت عشان يعني زبط هذا التشويش، بس ما كان عندي وقت، وكثير انبسطت صراحه من راي مايا لانه بعرف قد هي شيز بيكي، فكثير انبسطت وان شاء الله يعني كمل وبلكي بربح. قدمتوا تعليقاتكم، سمعنا آراءكم أيضا نصايحكم، بس مثل ما تعرفون في واحدة من الثلاث بنات لازم تطلع بعد هذا التحدي، مين تختارون؟ من ضمن شروط المنافسة اللي وافقت عليها المشتركات مسبقا مغادرة إحداهم ستايل مي بعد التحدي الثاني، ومع أن الشرط معلن ومعروف، غير أن هالشي ما يسهل مهمة الحكام وما يخفف من وطأة القرار على البنت الخاسرة. دائما نشدد على أن اللي بتغادرنا تتمتع دون أدنى شك بستايلها الخاص، ولكن بكل بساطة ما كانت الأكثر حظا خلال التحديين الأول والثاني، تشاوروا الحكام وللأسف انتهى مشوار واحدة منكم بين جودي ونهى. نهى ولا سارة؟ سارة ولا نهى؟ واحدة منكم راح تغادرنا. للأسف اللي راح تغادرنا هي سارة. شكرا لك سارة. أول شيء ما أصلا كلش ما أفكر أني خسران، تجربة حلوة، تجربة جديدة، وحست أن غير جوي بعد، يعني استانست وايد.
أكيد ما في أحد قاسي يعني عن الحكام، فأنا ما شفت أحد قاسي صراحة. انحصرت المنافسة بين ثنتين وعين كل واحدة منهم على اللقب، وهذا شيء طبيعي، فالفائزة ما راح تغادر فقط مع اللقب وإنما مع جائزة قيمة، وهي عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 3000 درهم وكارد هولدر من الجلد الفاخر من كوان بن، والجائزتان مقدمتان من محلات روبنسونز، بالإضافة إلى هاتف هواوي نوفا 2 بلس. ولانتزاع اللقب والجائزة يجب اختيار لوك مناسب لحضور حفل خيري في فندق أرماني 20 دقيقة. قبل الفاصل البنات ما قدروا يبهرون لجنة الحكام وما اختاروا الطلة المناسبة للقاء أهل الزوج المستقبلي، فنهى بدت أكبر سناً مع فستان أوفر برينتس، وجودي بدت عادية ومنسق اللوك بدون أي مجهود، أما سارة فقد انقسم الحكام وللمرة الأولى حول طلتها. ريم حست أن اللوك جميل ومناسب وفيري جيرلي، فيما اعتبرت دانا ومايا أنها بالغت واللوك مناسب لخطوبة أكثر منها لتعارف، وبالتالي غادرت سارة المنافسة. بين جودي ونهى مين فيهم راح تختار اللوك المناسب لحفل عشاء خيري في فندق أرماني وتفوز باللقب؟ المناسبات كالحفلات الخيرية تحمل دائما في طياتها رسالة إنسانية وتهدف إلى خدمة المجتمع والأفراد، ولكن ذلك ما يلغي أبدا إمكانية التأنق، خاصة إذا كان فندق أرماني الراقي مكان استضافتها. 7 قطع و20 دقيقة لتنسيق الطلة المناسبة، فماذا اختارت المشتركتين؟ مايا شنو رأيك بهاللوك؟ الفستان كتير حلو عليكي، مناسب لثيم، بس عملتي له ستايلينج طريقة ما حبيتها أبدا. انك تفضل تاخذي الاكسسوارز اللي لبسته النور، الاسواره والحلقه اعطيك اياها مع فستانك بيطلعوا بيطيروا العقل. الشوز ما خصوا ابدا بالفستان. I love that dress بس الشوز ما خصوا تماما. الشوز needs another يعني outfit totally. لك من تحت كتير حلو بس ما خصوا بالدرس، يعني فور جالا كمان ما خصوا. exactly. يعني حتى الشوز عم بتطلع اللي هي لبسيته would look perfect with this dress. يعني البريسلت كتير حلو بس كمان انه مش كتير ماتشنج مع هاي، بس كدرس اي لاف ات. نفس الشيء بالنسبه لي انا، وايد حلو الدرس، وايد مناسبك، مناسب حق الثيم. حبيت البريسلت بس لو كانت مع درس ثاني، الكلتش ما حبيتها ولا الايرينج. الجوتي نفس الشيء، ابدا مش مناسب حق شيء فورمال أو مش مناسب مع الدرس. يعني لو كنتي ماخذة قصة ثانية للجوتي بيطلع أحلى بعد مع الدرس، بس أنا الدرس وايد حبيتها. ينن عليك، الدرس وايد حلو، حتى الأكسسوريز من جمال الدرس الواحد يمكن ما يركز وايد في الأكسسوريز. البريسلت والرينج يعني صراحة أنا عجبني ذوقي في الموضوع، بس الشوز
يعني I agree with the judges. كان شوي الاختيار مش صائب. يعني صراحة في المسابقة بتحس يعني في كل ستيج بتحس نفسك شوية قريب على الفوز وشوية يعني قريب على المغادرة. فالحين أنا والمتسابقة يعني أنا المسابقة الأخيرة عندنا 50-50 chances. نبدأ مع تريم تعليقك على هاللوك. جودي ما أعرف شو أقول لك الصراحة، هو الفستان مناسب حق جالا، the dress code is good، بس أنا حسيته شوي وسيع عليك، شوية طويل. حبيت الجوتي مع الكلتش، ضبطتيهم عادل حتى مع السوارة، بس الفستان نفسه ما عجبني عليك، حسيته it's too big يعني عليك. لو شوية أكثر الفستان وأضوق على جسمك بيطلع وايد أحلى وأرتب عليك. I loved the dress حلو، بس ما خصوا بالشوز والأكسسوارز. الأكسسوارز بالبق لهم شيء تاني والدرس بالبق له شيء تاني، وكطول مش مناسب لأنه لا هو طويل ولا هو قصير، فأنا مش عارفة أني again بضيع طولك أنت، جمال طولك جمال جسمك، يعني this cut أنه يعني لو بكون أقصر شوي بطلع أحلى. بس كدرس it's nice، الأكسسوارز they're nice، بس كل شيء لحال يعني يعني تلبيئة ثانية 100%. يعني درس كدرس حلو بس it's too shiny. الأكسسوارز اللي حطيتيهم، الشوز كلها بتلمع، حتى الباك كله بيلمع. برأيي بده شيء يروقوا شوي للفستان. طوله أنا ما زعجني لأنه هلأ it's the trend أنه نلبس هيدا الطول بالتحديد تبين الشوز. يمكن بده شوي تضييق على الخصر، بعرف أنه ما لقيت قياسك، سمعتك عم تحكي من شوي انه ما لقيت قياسك، بس الفستان اللي بقلك، بس الستايلينج ما كان معمول بطريقه صحيحه. انا حبيت الفستان عليك، حتى دمج الميتاليكس ويا بعض الكلتش فاين، لانه حجمه صغير فمو بوايد مؤذي للعين. يمكن الشوز لو كان مختلف تماما ما يلمع، لان الاتنشن لازم يكون كله على الفستان لانه وايد طالع حلو عليك. بس كستايلينج اتس جود حق هالمناسبه، ايضا هذا التحدي احس ان الفستان وايد مناسب. صراحة أنا زعلت شوي لأنه يعني بالبداية ما كان بدي أنقي هيدا الشوز، والدرس كمان كان شوي كبير علي وإت واز ذا أونلي سايز يعني الموجود، وكان كتير لو أتضايق لحتى أغير على شي تاني، فزعلت أكيد. بس إتس ا جيم آت ذا إند وإن شاء الله خير. انه لا مش عم بحكي شيء، بس انه ما بعرف هيك انه ضايقت شوي لانه I was going بشكل منيح و يعني فاز هيك شوي. لا ما يعني هلا انا صراحه ما جيت مشان اربح ولا اخسر، بالاخير it's a game. بس يعني لانه انا كنت بعرف انه بقدر اعمل احسن من هيك. التحديات صار وقت انكم تختارون الفائزة باللقب. مين كانت the most stylish بين الثنتين؟ لا خسارة دون ربح ولا ربح دون خسارة، ويبقى المهم ان نكون قدمنا افضل ما عندنا عشان ما نندم بعدين. ثلاث تحديات، تعليقات ونصايح من الحكام، منها ما أخذ بعين الاعتبار وشفنا تقدم، ومنها ما بقى معلق. الأمر الوحيد المؤكد أن أعصابهم مشدودة بانتظار إعلان النتيجة، لذا من دون تأخير الفائزة معانا الليلة بلقب أكثر بنت ستايلش هي واحدة منكم. نهى ولا جودي؟ جودي ولا نهى، واحدة منكم راح تغادرنا باللقب وواحدة بدون لقب. الحكام تشاوروا وشافوا بأن جودي هي الفائزة. ألف مبروك.
ألف مبروك لجودي. الجائزة هي كارد هولدر من الجلد الفاخر من كوان فن وقسيمة شرائية بقيمة 3000 درهم من محلات روبنسونز، بالإضافة إلى هاتف هواوي نوفا 2 بلس نجم صور السيلفي. مع السلامة. أكيد انقلبت الدموع، يعني هيك تأثر، ما حقلك حزن، تأثر لدموع فرح، وكثير انبسطت بهالتجربة عن جد، وكثير تعلمت منها قصص، وعن جد it's a good experience. أهم نصيحة تعلمتها بذيس شو إنه انتبه على التفاصيل كلها as a look كامل، مش إنه بس ركز على one item وانسى البقية، إنه حاول نسق بين كل ال items بالoutfit تيلبقوا كلهم مع بعض وتيطلع ال look perfect. حسيت مايا أكثر شيء فهمت my style، حتى بقية الجدجز، بس حسيت مايا يعني ستايلي أقرب لستايلها، فحسيت إنه فهمتني يعني وفهمت من وين أنا منقي الأشياء اللي عم بلبسها وهيك.